اتفضلي اطلعي بره. لا لا يا احمد لا، انا مش همشي من غير لما اشوف ابني اشوف سمير. انا قلت اطلعي بره. لا بره. لا مش همشي يا احمد، انا عايزه ابني، انا عايزه ابني. لا عايزه ابني. قلت بره. سمير عايزه سمير يا احمد، عايزه سمير. اطلعي بره. احمد حرام عليك يا احمد، حرام عليك. اطلعي بره. انا ما عملتش حاجه. ما تعمليش في نفسك كده يا فاطمه. امال اقعدي يا حبيبتي. احمد فاهم غلط، ده غلط يا دوعة. طب بس ما تعيطيش يا فاطمه، ما تعيطيش يا حبيبتي. انا بريئه يا دوعة، بريئه بريئه. انا ما فيش ما بيني وما بين الراجل عبد الدقيق. في ايه يا فاطمه؟ عطيه عطيه، ابوس ايدك يا عطيه. ابوس ايدك، صدقني عطيه ساعدني ساعدني. انا عملت كده بس عشان كنت خايفة على جوزي، خايفة على ابني. اللي بتخاف على ابنها وجوزها ما تروحش الراجل في بيته يا فاطمة. عطية أنا ما فيش ما بيني وما بين عباس ده أي حاجة. أمال البوليس ماسكك عنده في شقته إزاي؟ أنا كنت قايلة لأحمد على كل حاجة، قايلة له على العلاقة اللي بيني وبين عباس ده من قبل ما نتجوز. صدقني أنا مش كدابة. والعلاقة دي استمرت طبعاً بعد ما اتجوزت؟ لا 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 يا عطية، لا لا، ده حتى كان محبوس، ده مجرم مجرم عايز يخرب بيتي. امال ايه الحكايه بس؟ عباس لما خرج من السجن كلمني، انا عايز فلوس. في الاول اديته، انا كنت فاكره اني خلاص هيبعد عني بقى، لكن المجرم ده استغل الفرصه وعددني. اصل كان معاه صور لينا مع بعض قبل ما اتجوز احمد، ما انا حتى قبل ما اعرفه خالص يا دوحه. صدقيني صدقيني يا دوحه، صدقني انت عطيه. انا رحت له بس عشان اجيب الصور، كنت خايفه لا يوريهم للناس ويعمل لنا فضيحه. اديك انت اللي عملت الفضيحه لنفسك. عطيه انا ما عملتش حاجه غلط ابدا. لا عملتي، خدت فلوس جوزك من غير ما تقولي له. اما كنت اجيبهم منين؟ كان لازم تقولي لاحمد، كان لازم تقولي لاحمد، هو اللي يعرف يتصرف. اللي عملتيه ده غلط، اكبر غلط يا فاطمه. انا بريئه يا اختي، يا والله العظيم بريئه. انا عايزه عايزه ابني، عايزه سمير. انتوا وديتوه فين؟ وديتوا سمير فين؟ وديتوه فين يا دوحه؟ وديتوه فين؟ قولي لي انت يا دوحه، قولي لي سمير ابني فين يا دوحه؟ انت ام، انت الوحيده اللي تعرفي ايه هي حرقة قلب الأم على ابنها. ربنا كبير يا فاطمة، ربنا كبير يا حبيبتي. معلش طولت عمري جدا،
ما تعمليش نفسك كده. عطية أنا حاسة أنا فاطمة مظلومة. بس غلطت يا دوحة. هو يمكن صحيح مفيش أي حاجة بينها وبين عباس ده، إنما ما كانش يجب أبداً إنها تتصرف لوحدها، كان لازم تقول لأحمد، أحمد هو اللي يعرف يتصرف معاه. يعني أنت مقتنع إنها بريئة؟ أنا مش مقتنع، أنا بقول يمكن. أستغفر الله العظيم. أنا بعد الظن اسم. ربنا وحده هو اللي يعرف الحقيقة فين. طب وإيه العمل؟ نقول لأحمد؟ هنقول له ايه بس؟ نقول له يسمع فاطمة، نقول له يعرف الحقيقة فين وبعدين يتصرف. أنا خايفة على أحمد من الظلم يا عطية، الظلم أكبر حرام. وبعدين ما تنساش ده بينهم ولد. ربنا كبير يا توحة، ومصير الأيام تبين كل حاجة على حقيقتها. مسكينة فاطمة، يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى هتروح فين؟ الله يكون في عونها. طردك؟ طردك يعني ايه؟ ده ضربني وطردني وقال لي مش هتشوفي ابنك ابدا. مش هتشوفيه ده ايه؟ انت هتشوفيه غصب عن عينه، سمير لسه صغير ومن حقك تاخديه عيش معاه. سمير مش موجود. انا دور اهلي في البيت كله. سمير مش موجود في البيت لسعاد. مش موجود دلوقتي، انما بعد كده هيتوجد، وساعتها لازم تاخديه عيش معاك. الشرع بيقول كده. اسمعي يا فاطمه، انا هاخدك معايا للمحامي وهو يفهمك على كل حاجه. انا مش عايزه اي حاجه. انا عايزه سمير، انا عايزه سمير بس يا صاحبي، مش عايزه حاجه. طب انت بتعيطي دلوقتي ليه بس يا فاطمه؟ ما هو ده اللي عايزه جوزك، انك تقعدي حاطه ايدك على خدك وتفضلي تعيطي وما تعمليش اي حاجه. انت عايزه نعمل ايه؟ تشتكيه، تجرجري في المحاكم. البلد فيها قانون والدنيا مش سايبه، واللي مستقوي القلب زي جوزك ملوش غير المحكمه والقاضي يوقفوه عند حده ويرجعوا لك ابنك ويدوكي كل حقوقك. انا تعبانه، انا تعبانه قوي. قومي يا حبيبتي نعملك شوية، ولما تصحي نبقى نشوف هنعمل ايه. قومي يا فاطمة. يلا حبيبتي نروح. نروح فين؟ رايحة عند ماما، بيت ماما. انت معاكي مفتاح؟ لا، انا حابة انا هفوت على ماما في المستشفى اخد منها المفتاح، والمرة اطمنها اطمن عليها. لما انا قلقانة على ايه قوي. طب يلا انا جاية معاك. لا لا لا، خليكي يا حبيبي. اسمعني، ابقي موتي على يا حبيبي. مع السلامة يا حبيبي. لا يا احمد، ده كده يبقى حرام قوي. من فضلك يا دوحة اسكتي. احمد تعيش ازاي المسكينه دي؟ دي ما بقالهاش حد بعد المرحومه امها ما ماتت غيرك. وانا كمان مت، وفاطمه هي اللي موتتني. انت تصرعت يا احمد،
كان لازم تسمع كلام فاطمة الأول وبعد كده تتصرف. عطية، البوليس مسك فاطمة في شقة عباس. يا أحمد أنا رحت اسم البوليس وطلعت على المحضر بنفسي وشفت كل حاجة. كد، فاطمة كدابة. وما راحت شقة الراجل هتعمل إيه؟ كانت خايفة على بيتها من الفضيحة عشان كده راحت تجيب الصور. كدب كدب، هي وعباس الاثنين من طينة واحدة. عشان خاطري يا أحمد، عشان خاطر ابنك سمير. ما تخافيش على سمير، أنا هاخده معايا لندن وهربيه أحسن تربية. أنا خلاص بعد اللي حصل ده ما بقاليش عاد هنا. لا يا أحمد لا، اللي أنت عاوز تعمله ده أكبر غلط. من فضلكم ده قرار نهائي ومش عايز حد يناقشني فيه. مع السلامة يا حبيبي. تعال يا سمير. تعال يا حبيبي. يلا يا سمير. أحمد ابقى اكتب لنا يا أحمد عشان نطمن عليك وعلى سمير. ضروري ضروري. سمير خلي بالك من بابا يا حبيبي. وماما كمان. وماما كمان. هو عند سمير لان؟ ايوه هتروح لها. يلا سمير. مع السلامه يا حبيبي. خلي بالك من الولد. الله يسلمك. مع السلامة، خلي بالك من نفسك. المدام اتعرضت لصدمة عنيفة أثرت على أعصابها، لكن الحمد لله الأزمة مرت بسلام. هي هترتاح شوية هتبقى كويسة، بس المهم بعد كده لازم ترعوها شوية، مش لازم تتعرض لصدمات نفسية أو عصبية. هذا الدكتور الدواء ده مش موجود في المستشفى، لازم تجيبيه من بره. تاخد حباية كل ما أعصابها تتعب، بس أرجوكي لما تكون محتاجة بس اديها الدواء، مش لازم تتعود عليها. حاضر. خدي بالك كويس، مش لازم ابدا تتعود على الدواء ده، لابد يكون اعصابها تعبانة عشان تديها حبانة. حاضر. شكرا. والآن استمع جيدا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن. ودي يا سامة، انتوا طبخين ايه النهارده؟ الخير بالأرانب. بالأرانب يا تعبتني. الله. وانت يا واد يا نادر؟ كشري. فوقتني. اطلع بره. كشري. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ده بيت من شعر شوقي، عاوز حد منكم يشرح لي البيت وحد يعرف الشطر الثاني منه
ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ميت مرة بتخشيش علي أثناء الدرس. حظي سعاد بره عايزة تقابلك يا ابني. سعاد مين؟ سعاد بنت المرحوم الحاجة مدبولي صاحبة فاطمة. في حاجة يا ست سعاد؟ فاطمة يا عمي. احنا ما نعرفش حد اسمه فاطمة يا ست سعاد. بقى تعرف اني سعاد وما تعرفش فاطمة يا عمي؟ ما عرفهاش. فاطمة بنت اختك. اختي ماتت الله يرحمها. وفاطمة بنتها عيانة ورقدة في المستشفى. مش دارية بحاجة في الدنيا. عايزها تموت هي كمان. عمايلها السودة هي اللي وصلتها لكده. فاطمة ما عملتش اي حاجة غلط. فاطمة بريئة وجوزها ظلمها. لما حضرتك تشوفها وتتكلم معاها هتعرف الحقيقة. قصدك اعرف الفضيحة. الفضيحة اللي عملتها ولو تاخد بيها سمعتنا وسمعة جوزها وابنها. الفضيحة اللي قتلت امها. مفيش فضيحة ولا حاجة يا عمي. اذا كانت الحكومة نفسها طلعتها بريئة يبقى فين الفضيحة دي؟ من فضلك الموضوع ده انتهينا منه. ما عادش فيه كلام خلاص. طب حضرتك تعالى معايا وانت هتتأكد ان فاطمة اشرف ست في الدنيا. انا لا عايز اعرفها ولا اشوفها ولا اكلمها حتى. ما تتعبيش نفسك. انا مش هروح معاكي عندها. انا بريء من البنت دي اليوم القيامه. حرام عليك يا عم. على العموم لما فاطمه تخف وتشد حيلها انا هجيبها لك لحد عندك عشان تعرف انك ظلمتها زي غيرك. ارجوكي اوعي تخليها تهوب ناحيتنا. انا مش قد عمامها ولاد عمامها. من فضلك قولي لها تبعد عننا خالص. طب وعمامها مالها؟ احنا فين وعمامها دول فين؟ امامها ما سافروش. من يوم ما جم يحضروا جنازة امها وهم قاعدين وبيدوروا عليها بايديهم واسنانهم وحالفين ليقتلوها اول ما يشوفوها. حضرتك لازم تفهمهم انهم غلطانين. هي فاطمة ناقص عمامها كمان. مين؟ انا؟ انت عايزاهم يقتلوني انا؟ ارجوكي ما تخليهاش تهوب ناحية الحتة دي هنا. يعني ايه؟ امال فاطمة لما تخرج من المستشفى هتعيش فين؟ دي ناوية ترجع بيت المرحومة امها. هتلاقي الموت مستنيها هناك. عمامها مستنيين في بيت المرحومة امها. هي في انهي مستشفى يا بنتي؟ انا ما اقدرش اقول لك يا تيزا. يمكن عمي يقول لعمامها على مكانها. لا يا بنتي لا لا انا ما اعملش كده. على الاقل عشان خاطري المرحومة امها. وانا اللي جيت لكم عشان تقفوا جنبها. اقوم الاقي عمامها عايزين يقتلوها وحضرتك متبري منها وكل الناس قفلت الابواب في وشها. ليها رب اسمه الكريم. اسكتي انت يا حاجة. ما تتدخليش في الموضوع ده. ما تدخلش ازاي؟ هي مش فاطمة بنتي ومتربية في حضني من صغرها. انا مصدقها زي سعاد بالظبط. ليه مش عايزين تصدقوها؟ يا ناس ادوها فرصة تدافع بيها عن نفسيها. ده احنا اهلها يا حاج. اذا ما كناش احنا اللي نقف جنبيها ونساعدها مين هيصدقها وينصفها غيرنا؟ انت اللي اسكتي. انت هتفوت ولا لا؟ عايزة حاجة تانية يا ست سعاد؟ لا يا عمي كتر خيرك. كفاية قوي كده. انا ماشي. الفلوس الخصوصية هي اللي زودت دخلنا.
بس يا سارة من يوم ما جريت الفلوس في ايديه وهو حاله اتغير. لو تعرفي فاطمة بتحبه قد ايه؟ طول عمرها بتقولي لحنية خالها عليها أكتر من حنية المرحلة أمها. قادر يا كريم تصلح الأحوال؟ قادر؟ مع السلامة يا سحر. خلي بالك من فاطمة يا بنتي. حاضر يا كريم. تمام تفضلي الفطيرة منك. شكرا. لا عايزة حاجة قبل ما اروح البنسيون؟ نروح الفيلا الاول. الفيلا بتاعة جوزك؟ ايوه. ليه؟ اصل عايزة اشوف سمير يا سعادة، عايزة اشوف ابني. هو البيت مقفول ليه؟ الظاهر مفيش حد. عم ذكي ست هانم، ازيك يا ست هانم؟ عم ذكي، هو البيت مقفول ليه؟ هو البيت فين؟ امال فين سمير؟ الله اعلم، انما يمكن ست توحى تقول لي. فاطمة كدامة، انا لازم اعرف ابني راح فين. قلت لك ما اعرفش. ازاي ما تعرفيش؟ ازاي؟ احمد لما سافر ما قاليش ورايح فين. بس ده حرام يا مدام. طيب قولوا لي انا اعمل ايه؟ لازم تعملي حاجه. لازم يا توع، لازم. ابني يا توع، ابني زي ما هو ابنه. انا يعني ايه ابني؟ مش كده يا فاطمه، مش كده ما شايفه العماير اللي بتعملها فاطمه. اعذريها يا مدام توع، دي ام اتحرمت من ابنها. حرام عليكم انت يا توع. انا عايزه سمير، انا عايزه ابني، عايزه سمير يا توع، عايزه ابني. بس يا فاطمه، بس يا حبيبتي. اوعدك يا فاطمه، اول ما اعرف اي حاجه هقول لك على طول. بس يلا يا فاطمه. صدقيني يا فاطمه. يلا حبيبتي. سعاد ارجوكي خلي بالك منها. كتر خيرك. هي كانت كويسه الاسبوع اللي فات لما طلعت من المستشفى، ايه اللي حصل تاني؟ صدمه تانية اشد من كل اللي قبلها يا دكتور. مسكينه، انا خايفه عليها قوي، دي بقالها كام يوم على الحاله دي، لا بتاكل ولا بتنام ولا حتى بتنطق كلمه واحده. لا ان شاء الله هتتكلم وهتاكل وكل حاجه. صحيح يا دكتور؟ ان شاء الله يا رب.
اتكلمي يا فاطمة، عايزة تقولي ايه؟ اتكلمي، عايزة ايه يا فاطمة؟ سمير. سمير مين؟ ابنه. ماله سمير يا فاطمة؟ أنا جايلك من عند سمير. بعد كده مش هتستغنى عنها ابدا. حاضر يا دكتور. الازمه مرت والحمد لله، ومفيش داعي ابدا تديها من الحبوب دي. يعني هترجع لحالتها الطبيعيه ان شاء الله؟ هتقوم من النوم جعانه قوي، ويستحسن انك تعملي لها اكله تكون بتحبها. هي انت هتصحى يا دكتور؟ على مهلها، خليها تاخد كفايتها من النوم. اصل انا عندي شغل دلوقتي، ويمكن اتاخر، وخايفه تصحى قبل ما ارجع. ما فيش خوف، حاولي ترجعي بدري شوية عشان تأكليها. عليك خدتني. الجميل هيخلص انت. ليه؟ في حاجة؟ لا بس يعني بقول نقعد مع بعض شوية بعد الشغل. معلش يا حامد، أنا عايزتي بعد الشغل لازم أروح على طول. كل مرة ما تقدريش. إحنا بس يعني كنا عايزين نتكلم. أنا أصل ظروفي ملخبطة كده اليومين دول. إيه هي الظروف دي؟ يو بقى، مالكش دعوة. طيب نسهر مع بعض في البنسلون؟ انت اتجننت؟ انا مفيش راجل بيدخل عندي ابدا. يعني مفيش حد عندك دلوقتي؟ لا طبعا. لا في يا سعاد، الحاجات اللي بتشتريها كل يوم وانت مروحه دليل على ان في حد عندك في البيت. فاطمة هي اللي عندي في البنسلون. فاطمة؟ يا ما رجعتش الجثة؟ لا، من يوم ما شافت عباس وش النحس ده وهي ما شافتش يوم عدل ابدا. وعامله ايه؟ اهي عايشه معايا. وليه خبيت عليا يا سعاد؟ معلش يا حامد، اصل فاطمه ما كانتش عايزه حد يعرف انها ما رجعتش البيت جوزها. محتاجه حاجه يا سعاد؟ اكيد ظروفك اتغيرت. عايز تديني حاجه؟ هات، ما يضرش، انا فعلا محتاجه الفلوس قوي. خدي دول دلوقتي وانا تحت امرك في اي مساعده. شكرا قوي يا حاج. سلم على فاطمة. الله يسلمك. على اذنك. مع السلامه.
مساء الخير يا مدام. فاطمة في اوضتها ما شفتهاش خرجت. طب تصبحي على خير وانت من اهلك. امال فين سعاد؟ سعاد لسه ماشيه دلوقتي. ازاي تروح بدري؟ اصل عندها واحده قريبتها في البيت لوحدها والظاهر انها تعبانه شويه. هو كل يوم حكايه قريبتها ديت؟ اسمعي بكره اول ما توصل خليها تجيلي مكتبي. حاضر يا فندم. من فضلك يا دكتور الدواء ده. فين الروشتة؟ الحقيقة أنا نسيتها. لازم يكون في روشتة عشان أقدر أديك الدواء ده. أصل الدواء ده إحنا محتاجين له ضروري قوي دلوقتي حالا. أوعدك بكرة إن شاء الله أجيب لك الروشتة. بس ما تنسيش من فضلك. لا. اتفضل.